أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية، عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة دي أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيكنيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك. عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك. ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. إخوتي وأخواتي، برحب بيكم مرة تانية في مدرسة المسيح. مش مجرد برنامج، لكن دعوة حقيقية أن كل واحد فينا يرجع تاني يحط الاسم الحقيقي على حياته، تلميذ يسوع المسيح. الحلقات الماضية ابتدينا مع بعض الفصل الأول من هذه الدراسة اللي بتدور حولين معرفة الله، وقلنا أن معرفة الله مش مجرد واحد من الموضوعات، لا، لكن هو الموضوع الرئيسي اللي هتدور حواليه كل المدرسة ديت. السبب الأول لمجيء المسيح للعالم أن يقول لنا مين ربنا، مين أبوكم السماوي، مين اللي خلقكم على صورته، مين الشخص دوت. عرفتهم اسمك وسأعرفهم لغاية لما أشوف فيهم الحب اللي أنت حبيتني بيه، ولغاية لما أشوف نفسي فيهم، لغاية لما أشوف صورتي فيهم بحق وحقيقة. ودي الدعوة الحقيقية أن نصير تلاميذ للمسيح. معرفة الله صرخة موسى وبولس داود، وصلها المسيح من أجلنا. وفي الحلقة الماضية ابتدينا مع بعض نقول ليه معرفة ربنا ليها المكانة دي والأهمية دي. عشان كده سمينا الموضوع بتاعنا أسباب أهمية معرفة الله. اتكلمنا عن ثلاث حاجات المرة اللي فاتت. اتكلمنا عن أن المعرفة دي هي اللي بتخليني أحبه بصحيح، أحبه هو، مش أحب عطاياه واللي صنعه من أجلي. عطاياه واللي صنعه من أجلي عايزهم بالنسبة لي تقول لي هو مين، عايز الموضوع الرئيسي يبقى هو، مش اللي بيديهوني، مش الهدية بتاعت بابا، مش حتى الحضن بتاع بابا. خلي بالكم الفرق هنا. ده الحب الحقيقي، ده الحب اللي يكبر وما يخلصش، ده الحب اللي يثبت في قلب العاصفة زي بالضبط في وقت الفرح والابتهاج. السبب الثاني لأهمية معرفة الله إن معرفة الله هي الأساس المتين للثقة واليقين في ربنا الذي لا يتزعزع. عالم بمن آمنت موقن. أنا عارف كويس هو ما عملش كده، أنا عارفه كويس هو مش هيسيبني، أنا عارفه كويس هيأتي في قلب العاصفة، أنا عارفه كويس. ده الأساس الحقيقي لثقتنا في ربنا. السبب الثالث المهم في أهمية معرفة الله إن دي القوة الحقيقية للترانسفورميشن. إيه الكلمة ديت؟ للتحول، للتغيير، أن نتغير إلى تلك الصورة عينها. صراعي مع الخطية في هزيمة وانتصار، ما بتغيرش، لكن الجهاد الحقيقي ناظرين إلى رئيس الإيمان فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه. ده اللي بيغيرني، ولا أعود ك
كما كنت. ده اللي بيطبع بصماته في حياتي، ده أشعته بتطبع البلو برينت بتاعته، صورته في أعماقي وفي أحشائي، فيوجد فيا وأوجد أنا فيه زي ما كنا بنتكلم. السبب الرابع لأهمية معرفة الله إن ربنا يرتاح في حياتي، إن ربنا إيه؟ يرتاح في حياتي. خلينا مرة تانية نسمع الناس قالت إيه. الحلقة الفاتت ديت سمعنا الناس قالت إيه عن موضوع الحب وموضوع الثقة، الناس بتفكر إزاي، اللي يمكن أنت تكون واحد منهم. خلينا نسمع الناس بتفكر إزاي، وخلينا نسمع ربنا بعد كده بيفكر إزاي. خلينا نروح الانترفيو ده وبعد نرجع نحكي مع بعض. مجدست المسيح. بشوية تفرح بربنا أكتر لما يحقق لك أمنية، ولا أما تعرفه أكتر؟ أنا بفرح بربنا طبعا لما يحقق لي أمنية، يعني على إيه اللي بحس إنه سمعني وحقق لي اللي أنا نفسي فيه. بس متهيألي لو عرفت ربنا أكتر هنبسط أكتر، لأن هفهم هو لو ما حقق ليش الأمنية فهو عمل كده ليه، يعني عمل كده عشان بيحبني ولا خايف عليا. فمتهيالي ان انا لو فهمته اكتر هحس يعني هفرح اكتر. لا لما بعرفه اكتر بحب ربنا طبعا اكتر كده. هو انا بفرح لما يعني انا مع نفسي بفرح لما اشوف ربنا واشوف اعمال ربنا نفسها معايا. يعني لا لما اعرفه اكتر، لان لما هعرفه هو هيحقق لي كل حاجه، يعني لان حاجه محتاجه هطلبها منه هيدهني، لما اعرفه اكتر هيحقق لي كل حاجه. مش عارفه، بس هي كل حاجه بتعملها بيعملها ربنا، بيبقى بيحسسني اللي هو بيحبني وكده. لكن ممكن ساعات كتير بحس او بفكر اللي هو لو حاجه وحشه حصلت لي بحس اللي هو ربنا لا ده سامني وشاف حد تاني، لكن ما بيبقاش كده يعني. جميلة الإجابات السريعة دي للناس، فبتسمع على طول إيه اللي بيدور جواهم، مش كده؟ بفرح أكتر لما يحقق لي طلبتي، بس مفروض أفرح أكتر إن أنا أعرفه. بس في الواقع بلاقي نفسي أنا مهتم باللي أنا محتاج له. الصدق ده حلو قوي، بس بيقول لي دايماً إحنا بنفكر إزاي. إحنا بنفكر حوالين نفسنا. خليني أشرح الفكرة دي بتاعت يعني إيه يجد راحته في حياتي. لو اتنين أصدقاء وواحد فيهم فاهم التاني كويس قوي وبيحبه، هيعرف يريحه صح؟ أنه فاهمه كويس، فمين اللي بيضايقه؟ واللي بيبسطه، فبيعرف يبسطه ما يعرف إيه ما يضايقوش. لما تفهم حد كويس بتريحه، لما تكون مش فاهمه كويس حتى وانت بتحبه وعايز تريحه بتغلس عليه صح؟ لأنك مش عارف إيه اللي مريح ليه وإيه اللي يبسطه، أنت مش عارف، فبتتصرف بطريقة غصب عنك حتى لو بتحبه بتتعبه، وتيجي تقول له أنا عملت كده عشان أريحك، يقول لك مين قال لك إن ده يريحني، ده متعب ليا. مظبوط. في علاقتي بربنا، ربنا عارفني كويس صح ولا مش قوي؟ يعني أنت شرحت له نفسك كويس ولا هو فهمك؟ فاهمني؟ احنا مرات كده يقول لك أنت رب مش فاهمني أنت، مرات من معاك كده. لا هو قاريني، هو فهمني كويس قوي. وعارف اللي قلته واللي ما قلتوش، اللي فكرت فيه واللي حتى ما فكرتش فيه، هو فهمني كويس، هو بيبقى عايز يريحني. طب ما ليه العلاقه مرات كده بتبقى مشدوده بيني وبين ربنا؟ مش لان هو مش عارف يريحني، لاني انا مش فاهمه كويس، فانا مش عارف اريحه. بزعل منه في مرات، هو بريء كل البراءه منها، ملوش دعوه باللي حصل، وانا بزعل من ربنا وبروح اقول له زي ما سمعنا واحده من اللقاءات، انت عملت كده ليه؟ ويكون مش هو خالص اللي عمل، تبقى الاجابه انا حبيبي طبعا انت اللي عملت كده، قالوا لي انك انت اللي عملت كده. ابسط مثل اللي دايما باخده في الحوار دوت هو السؤال ده، كم من المؤمنين سالوا ربنا ليه يا رب تجربنا؟ صح صح، سمعناه كتير قوي من الناس، ليه يا رب تجربني، ليه بتجربني، مع ان الكتاب المقدس قال لنا ايه عكس دي بالظبط. حد حافظ الايه ديت؟
لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو إيه لا يجرب. مع أن الآية دي موجودة في الكتاب، صدقوني موجودة في الكتاب وموجودة في يعقوب وموجودة في يعقوب أصحاح واحد. مع أن الآية دي موجودة في يعقوب 1:13، كم من الناس اللي أول ما يكتس تجربة يبص على ربنا يقول له جربتيني ليه؟ مهول، لأن أنا ما أعرفوش كويس، أنا ما أعرفوش كويس، فبسأله أسئلة غلط وبزعل منه في حاجات هو بريء منها كل البراءة. حبيبي أنا ملياش دعوة. في واحد اسمه إبليس لقبه مجرب، بيجرب الناس بالشرور. أنا باباك أجربك بالشر بتاع إيه؟ بتاع إيه؟ لمصلحة مين؟ الهدف من التجربة إنك تسقط في الخطية وفي وجه الله تجدف. أجربك أنت عشان تسقط وفي وجه تجدف؟ معقول؟ يا ما وعظت الوعظة دي وقعدت أشرح ليه ربنا لا يجرب. أطلع على الباب واحد سلم عليا يقول لي قسيس، الغريب بقى إنه بيجربني أنا بقى من دون الناس دي كلها، أبقى عايز ألطم، أنا مش مصدق نفسي. الصورة المشوهة عن ربنا اتغرست في أعماقنا بطريقة حتى لما بنسمع الحقيقة مش بنصدقها، لأني معرفوش. العلاقة المريحة بين أي طرفين مبنية على المعرفة العميقة اللي فيها كل واحد قادر يريح التاني. عشان كده السؤال بتاعي هو ربنا مستريح معاك؟ ربنا مستريح معاك وعارف يريحك؟ علاقتك مع ربنا مستريحة؟ فاهمين العبارة؟ مستريحة ما فيهاش زي اتنين صحاب تخلوا مع بعض طول الوقت، زي اتنين متجوزين طول الوقت شد وجز، لأنه ما يعرفوش بعض كويس. هم حبوا بعض وتجوزوا بس هم مش عارفين بعض كويس، فطول الوقت بيتخانقوا مع بعض. أنا عملت كده عشان أبسطك، مين قالك إن ده يبسط بالظبط؟ هل في علاقتي مع ربنا كابن، هل في علاقتي مع ربنا أنا وهو مفيش سوء فهم، مفيش مس أندرستاندينج، مفيش اتهام؟ لو فيه يبقى الإجابة أنا ما أعرفوش كويس، أنا ما أعرفوش كويس. أيوب حصل معاه بالظبط اللي احنا بنقوله ده بالظبط. إبليس جربه وأصدقائه قالوا له ده أكيد ربنا، مش ممكن يحصل كده في حياتك وربنا ما يبقاش وراها، هو ربنا الكل في الكل وما فيش حاجة بتحصل من وراه، ولا هو بيعمل كل حاجة. قال له مش معقول ربنا يعمل كده. قال له لا هو ربنا كده، انت بس فاهم غلط. قال له انت ما عملتش حاجة غلط. قال له يهودا الكبرياء، ما انت متكبر بقى، هو عمل كده عشان يكسر كبرياءك ويدش دماغك الناشفة دي. لما صدقهم زعل من ربنا ولام ربنا وعاتب ربنا، لغاية لما ربنا قابله، لغاية لما ربنا قابله وقال له تعال نتفاهم مع بعض يا أيوب، تعال تعال خلينا نتكلم. في نهاية اللقاء دوت كتب أيوب العبارات ديت، كان رد ربنا سابيه، كان رجع له اللي ضاع، كانت ظروفه اتغيرت، كان خف من المرض، كان حصل أي حاجة، يعني في قلب الكارثة ربنا التقى بيه. قال له بسمع الأذن سمعت عنك، الآن رأتك عيني، أنا ما كنتش أعرفك كويس، أنا كنت بسمع عنك. فاكرين لما تكلمنا عن موسى؟ بسمع بس أنا ما شفتكش. أنا بسمع الأذن سمعت عنك، الآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد على كل جهالة قلتها عنك، عن كل اتهام باطل نطقت به ضدك. أنا آسف، أنا آسف يا رب، أنا ما كنتش عارف أنت مين. اللقاء ده اللي فيه بقابل ربنا وربنا بيوريني هو مين، الإعلان اللي ربنا بيعلن بيه عن نفسه، بكتشف إيه ده إيه ده إيه ده، أنا ما كنتش أعرفك، أنا ما كنتش أعرفك، أنا اتهمتك
باطل. من اليوم ده حياة أيوب لم ترجع كما كانت. وبعدين رد الرب سبي أيوب. لا مش ده الهدف. لا مش ده الهدف. دي النتيجة. خمسة. السبب الخامس لأهمية معرفة الله. إن الهدف بتاع حياتي وحياتك، الهدف بتاع وجودنا وبقائنا في الأرض إن نشهد عن ربنا، صح؟ لأن لو الهدف هنا مجرد نعيش حياة كريمة فالحياة هناك أفضل. الهدف هنا إننا نتعلم طرق الله فهناك أوضح، مش كده؟ الهدف اللي مخليه ربنا سيبنا كمؤمنين في العالم إننا نشهد عن الله ونأتي بآخرين إلى معرفة المسيح، مش كده؟ إننا نقتحم أبواب الجحيم ونخطف من النار الناس إلى الحياة الأبدية ونروح بيهم إلى بيت الآب، مظبوط؟ كويس. لو أنا معرفوش كويس، أعرف عنه معرفوش كويس، هشهد عنه إزاي؟ هضطر أشهد عن إيه؟ هشهد عن أعماله، زي الطفل الصغير، زي شخص التقى بالمسيح فقال له اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فزي المرأة السامرية إنسانا قال لي كل ما فعلت. ده كل اللي تعرف تعمله. هو مين؟ أنا معرفش، بس غالبا هو ده المسيح. فحكت عمل معاها إيه؟ واحد كان أعمى قال له ما أنا معرفش هو مين، أنا كنت أعمى والآن إيه؟ أبصر. فاللي شهد شهد عن إيه؟ عن اللي عمله معاه، بس هو ما يعرفوش كويس، ولما قابله بعد كده اكتشف إنه المسيح ابن الله، مظبوط؟ صح كده؟ ففي فرق إني أشهد عن اللي عمله معايا، لأن ده كل اللي أعرفه، إنه غير حياتي، إنه غفر خطيتي، إنه أنقذني، إنه نجاني، إنه شفاني من الإدمان، إنه جابني من قاع الجحيم، كويس؟ أو هبتدي أخدم فأكرز الحياة الجديدة بالتوبة والإيمان. بولس بيقول بقى موضوع الشهادة بتاعنا الرئيسي في كورنثوس الثانية 4:5-6 بيقول لسنا نكرز بأنفسنا ولا بمجرد اللي ربنا عمله معانا، بل بالمسيح يسوع ربا، وبنكرز بأنفسنا عبيد لكم خدمين لكم من أجل يسوع. لأن الله، بص العبارة بقى دي، بص العبارة دي ربط الاثنين، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع. ليه بتكرز بيسوع؟ لأنه إعلان مجد الله. إحنا عرفنا الله في وجه يسوع، إحنا كنا عايشين في الظلمة وهو أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجده في وجه يسوع. فعشان كده لما بيكلم الناس بنكلم الناس عن مين؟ عن يسوع. الإنجيل اللي إحنا بننادي بيه كمؤمنين مش الحياة الأبدية، الإنجيل اللي بننادي بيه هو يسوع. يسوع هو الإنجيل، رأس المال بتاعنا، الثروة بتاعتنا، الكنز اللي عندنا اللي إحنا جايين نهديه للعالم. هو إيه؟ هو الخلاص، هو المسيح، هو الديانة المسيحية. إحنا مش بنكرز بالديانة المسيحية، مش بنكرز بدين ولا بعقيدة، احنا بنكرز بشخص، بنكرز بشخص شفنا فيه ربنا، لقينا فيه ربنا، حبينا فيه ربنا، صدقنا فيه ربنا وتغيرت حياتنا. الحاجة الغالية اللي عندنا هو المسيح. لو انا ما عرفوش كويس هعرف اكلم الناس عنه؟ هعرف انا بكلم الناس عنه ابقى متحمس؟ هعرف انا بكلم الناس عنه الناس تبص في عينيا وتصدقني الراجل ده يعرفه كويس، الفتاة دي تعرفه، لا بتكلم عن واحد تعرفه كويس قوي، او بتكلم زي الاعمى او زي السامرية عن واحد التقى بالمسيح وتغيرت حياته، فبيحكي عن لقاء مش بيحكي عن ايه؟ عن شخص. فاهم الفرق الاثنين؟ ليه خدمتنا مش مؤثرة قوي 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 في الناس؟ لأن نحكي عن اللي عمله معانا، ده آخر ما عندنا، أو بالنادي الناس للتوبة، ده آخر ما عندنا. مع أن أقوى ما عندنا مش اللي عمله معانا، أقوى ما عندنا هو المسيح نفسه، هو المسيح نفسه. عند باب الجميل الراجل المفلوج وقف يستعطي، يوحنا وبطرس داخلين، فمد إيديه عشان ياخد فلوس، فيوحنا وبولس وبطرس بصوا له كده قالوا له ليس لنا فضة ولا ذهب، ما عندناش اللي انت نفسك فيه، بس عندنا حاجة تانية، عندنا المسيح.
عندنا المسيح. نعرف حد يقدر يساعدك أكتر مننا ويقدر يشفيك باسم يسوع الناصري، قم وامشي. بصوا عارفينه قد ايه، بصوا عارفينه قد ايه. خدين بالكم الفرق بيننا، كل ما هعرفه، كل ما هعرف اتكلم عنه ودافع عنه وصلح صورته قدام الناس وانادي الناس تعالوا اعرفوه زي ما عرفته، تعال قابلوه زي ما قابل. مختلفة خالص الخدمة لو خدت السكة دي عن اني مجرد بحكي عمل ايه معايا او ماذا تفعل لكي تخلص، طوب وامن. ده بيخلي الناس تهتم، ده ما بيغيرش حياة الناس غير لو بقى عايز المسيح. لما يبقى عايز المسيح اقول له طوب وامن، بس المهم يعوز المسيح. وعشان يعوز المسيح لازم حد زيي وزي حضرتك وزي حضرتك يبقى عارفه كويس ويتكلم عنه بقوة ويعكس صورته في حياته، فالناس تقول آه اللي عندك ده، اللي عندك ده أنا عايز من، أنا عايز المسيح ده، أنا عايز اللي أنت بتتكلم عنه دوت. ساعتها هنلاقي الناس بتأتي للمسيح أسهل بكتير قوي من السكة اللي إحنا ماشيينها. خلي بالكم، عايز أختم الجزء دوت وبعدين أسمع أسئلة. خلي بالكم من الخمس حاجات دول. الخمس حاجات دول أهم حاجات في حياتنا مع ربنا، صح؟ إني أعرف أحبه، إني أعرف أثق فيه، إني أعرف يغيرني، إن أنا وهو نستريح في العلاقة ما تبقاش شد وجذب، إني أعرف أقدمه للناس. مركز الخمس حاجات دول إيه؟ معرفة الله. ولا حاجة من الخمسة دي هتكبر في حياتي غير طبقا لمقدار نمو معرفتي، مش علاقتي، نمو معرفتي بربنا، نمو معرفتي. عشان كده انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو سألتك سؤال مباشر كده، لو سألتك سؤال مباشر، السنة اللي فاتت عرفتي اكتر؟ عرفتي في اللي بتكلم عنه؟ مش عرفتي عنه، عرفتي هو اكتر؟ الوجه لوجه، روح الحكمة والإعلان في معرفته، الفهم والإدراك والاختبار. يمكن ده يقولك ليه حياتي ما بتنموش، ليه حبي مش بيزيد، ليه ثقتي مش بتزيد، ليه حياتي مش بتتغير، ليه شهادتي عنه مش مؤثرة. لأن كل حاجة في الآخر بتدور حوالين المحور الرئيسي، معرفة الله. عندي شوية أسئلة عايز أسيبها لكم. بتحبوا شخصه؟ بتحبوا ليه؟ لأنك مبهور بيه؟ لأنه حاجة تانية غير كل الناس؟ لأنه أبرع جمال من كل بني البشر؟ بتثق فيه هو؟ بتثق فيه هو؟ يتكلوا عليك العارفون اسمك؟ قادر تشوف الترانسفورميشن بيحصل؟ قادر تستريح معاه وقادر هو يستريح معاك في العلاقة ديت؟ قادر تقدمه للناس بقوة والناس تقولك مالك كده بتحبه كده؟ شاب في الجامعة من كتر ما بيتكلم أصحابه عن المسيح سموه اسم غريب قوي، بس اسم اتمنى يبقى ده الاسم اللي يتسمى بكل الناس، سموه جيسوس لوفر. جامعة أمريكية فبتعودين يكلموا ان يدوا ألقاب لبعض بالانجليزي. الواد اللي بيحب يسوع، ده الواد اللي بيحب يسوع. ليه؟ بيتكلم عنه كتير، بيتكلم عنه كتير. ما تقدرش حد تحبه وما تتكلمش عنه كتير، صح؟ صح؟ لو في يعني حد بتحبيه هتلاقي غصب عنك تتكلم عنه كتير، صح؟ لو صح؟ لو بتحب مراتك قوي هتلاقي ناس بتتكلم عنها كتير. ناس كتير قوي بتقولي يا سيسة بتتكلم عن مراتك كتير قوي في الوعظ. طب اعمل ايه؟ بحبها. طب اعمل ايه؟ بحبها. مش ممكن تحب حد وما تتكلمش عنه كتير، صح؟
أرجو أن الرسالة دي تكون وصلت. المرة الجاية هنتكلم عن طرق معرفة الله، إزاي ربنا بيعلن عن نفسه، إزاي أعرفه أكتر، وإزاي أنمو في هذه المعرفة. أسئلة عندنا النقطتين اللي اتكلمنا فيهم من راضي، ولو كان في أسئلة من المرات اللي فاتت كمان عايزين نغطي الحتة دي كويس، أو عايزين نخرج مقتنعين بصحيح أن معرفة الله هي أهم ما أستثمره في حياتي وفي علاقتي مع ربنا. أوكي، هو في النقطة اللي هي أنه علشان المسيح يستريح في حياتي، أنا إزاي أدرك ده؟ يعني إزاي أدرك بشكل عملي وعميق في حياتي أنه المسيح مستريح في قلبي أو مستريح في حياتي؟ وفي الشهادة كنت عايز أسأل، لا ناخد واحد واحد، ده سؤال كويس قوي. أعرف إن هو مستريح معايا، يعني بعت لحد يقول لي، ولا هو قال لي، ولا أنا أعرفها إزاي؟ سؤال جميل جدا، هايل. تفتكري إزاي اعرف ان انا مريحاه، ان هو مستريح معايا؟ يعني تخيلي ان هو بيقول، يعني هو بيقول انا مرتاح او انا راضي. ممكن قوي، صح، ممكن يقول لي، مظبوط قوي. طب لو مش بيقول لي، اعرف منين ان هو مستريح، ان انا مريحاه فعلا في العلاقه ديت؟ اني انا مستريح، صح؟ انا مستريح. ان انا مش بشك فيه، ان انا مش كل شيء بقول له بتعمل كده ليه ومزعلانه، صح؟ لو انا مستريح فعلا يبقى اكيد هو مستريح، مظبوط. فده سهل قوي اعرفها، ها، دي اجابه سهله جدا. بس يعني ما انا ساعات كتير قوي بستريح باعماله، يعني انا بشكل سطحي كده، ما هو ربنا عمل لي اللي انا عايزاه، لو نجحني وجاب لي شغل كويس وبيتي بقى هادي ومستكين، فخلاص يعني انا هبقى مرتاح، عمل لي اللي انا عايزاه. فازاي هادرك انه ده مش بسبب الاعمال، مش بسبب ارتياح الله في حياتي؟ كويس قوي، لان هو اول ما بيلاقيني كل اللي بسطني هو العطايا، ها، بيعمل ايه هو في العطايا؟ يقفل الحنفيه شويه. لو انا ابتديت اتعب يبقى انا ايه؟ مش مستريح، صح؟ طيب في الشهادة حضرتك قلت انه انا محتاجة امشي السكة ديت، ومحتاجة اكون بعرف ربنا كويس عشان اعرف اتكلم عنه. احنا لو كل حد استنى يعمل كده، يبقى لا هنطلع قوافل ولا هنخدم ولا هنتكلم عن ربنا لحد ما اعرف ربنا كويس، يعني هعرفه. يعني سؤال كويس قوي، انا ما قلتش كده. المرأة السامرية كانت كل اللي تعرفه انه عمل معاها، انه قال لها كل ما فعلت بمنتهى الحب، اتأخرت عملت كده. الراجل الأعمى قال هو فتح عينيا، كويس. المسيح قال للواحد اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك. اللي أنا بقوله، لو ما نمتش في علاقتي مع رب، في معرفتي ربنا، هيبقى كل اللي عندي هو إيه؟ هو الكلمتين دول. فأنا مش هستنى لغاية لما أعرفه كويس، واضح؟ لا، أنا من أول ما هو غيرني هقول إنه غيرني، مظبوط، وهقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما أعرفوش كويس، بس اعرف اللي عمله معايا. لكن لو فضلت مفيش غير كده في حياتي، ده هيبقى مؤثر؟ فده اللي انا بقوله. فانا بقول كل ما هعرفه اكتر، كل ما مش مجرد هقول عمل ايه معايا، هقول هو مين، هو مين. جاوبتك؟ سؤال هنا كمان. في الاول قلنا ان محبتنا لله مش نتيجة، مش عشان خاطر أفعاله، ولا عشان خاطر الصليب، ولا عشان خاطر الفداء، ولا عشان خاطر العطاء والحب. مش بس مش عشان خاطر، مش بس عشان كده، مش قائمة على ده. لكن أنا لما حاجة هشهد للناس واتكلم عن الله، لازم هتكلم إنه إله رؤوف، إله حنين، ده عمل معايا عن طريق الخبرات. فلازم هلاقي نفسي أنا بتكلم عن أعماله وعن عطائه وعن الحاجات دي. فالناس لما هتيجي عن طريق ايه؟ عن اعمال الله، عن حب الله بالطريقه دي. كويس قوي. عايز افرق ما بين الشخص واعماله. الاهم عطاياه ولا هو؟ مين بيعبر عن مين؟ مش كده قوي؟ كويس. انا لما بقدم هيعمل لك ايه، ولا بقدم هو مين؟ واضح الفكره يا زوله؟ انا باكد رحمته لانه سامحني، انا باكد قدرته بانه غيرني، انا باكد محبته انه مات من اجلي.
الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. فالصليب بين إيه؟ بين المحبة. عشان كده لما بتكلم الناس عن محبة ربنا بتتلمس. المحبة هي الشخص، الرحمة هي الشخص، القداسة هي الشخص. العمل ده برهان، ده تعبير. الأغلى مين؟ شخص. باباكي جايب لك هدية، ممكن أروح واخد الهدية وداخل الأوضة وألعب بيها، أنا عايز إيه غير الهدية؟ ممكن أروح واخد الهدية وحطيتها على جنب وروح مباط في بابا. أنت فكرت فيا، أنت أغلى من الهدية. الهدية تعبير عنك، ودايما التعبير أقل من إيه؟ من الحقيقة. مظبوط؟ فده الوزن اللي انا عايز ارجع اوزنها تاني. احنا مرات كتير غصب عننا بنلاقينا بنتكلم عن اعمال الله وعن اللي صنعه لاني ما اعرفوش كويس. واضح اللي انا عايز اقوله؟ لاني ما عنديش كلام اقوله عنه، لان حياتي دارت حوالين اعماله وعطاياه، فده اللي عندي عارف اقوله. بس انا لازم اتكلم عن عطاياه، ولازم اتكلم عن اعماله، ولازم اتكلم عن الصليب، لازم، ده برهان. بس لازم مركز الثقل في الحديث يبقى مين؟ هو. فهمتوني؟ فأنا مش هقول، أنا هقول، لكن بيبان في الكلام أنا عارفه هو ولا كل اللي عارفه عطاياه وأعماله. الشخص بقى اللي أنا كلمته دوت هيجي عن طريق إيه؟ عن طريق برضو الحب. عن الحاجة اللي الحب ده الشخص، الحب مش العمل، الحب ده الشخص. ما أنا برضو أقصد وأنا بتكلم مع الشخص عرف حبه وعرف هو بيعمل ايه، فجاي برضو يمكن انا خلاص نضقت وعرفت انه بحب الشخص مش بحب اعماله. لكن الشخص الجديد ده هبص الاقي بطريقه غير، يعني كتير قوي الايام ديت بنتكلم عن المسيح الخدام، تعالى يسدد لك ديونك، تعالى يخرجك من المشكله، تعالى، فنلاقي الناس وهي جايه مليانه بالحته دي، وده اللي بيخوفني. ده اللي بيخوفني، ان احنا بنتكلم عن ربنا اللي بيسد الاحتياج. تعالى ربنا يسد احتياجك، مش تعالى لابوك، لصانعك، لخالقك، لاروع من في هذا الوجود. فمن الاول الناس جاية وكل الصورة اللي عندها احتياج هتاخده، ولما بتاخده مرات كتير بتعمل ايه؟ بتمشي. جعان باكل وبمشي. انتم تطلبونني لأنكم أكلتم من هذا الخبز فشبعتم، مش لأنكم رأيتم آيات وعجائب. مش أنتم مش جايين لي أنا، أنتم جايين للأكل، أنتم جايين للشرب. خدت بالكم من الفرق بين الاثنين؟ فأنا مش عايز دي يبقى ثقل كرازتنا. نحن نكرز بالإيه؟ بالمسيح يسوع مصلوبا، بالمسيح يسوع ربا، ده اللي بنكرز بيه. احنا بنتكلم عن المسيح، كل ما كان مركز كلامنا المسيح مش احتياج الناس بس، كل ما وجهنا نظر الناس ناحية المسيح، مش كان كل اللي الناس بتدور عليه هو سد الايه؟ الاحتياج. لان بعد ما يسد الاحتياج مش عايز حاجة من ربنا. لا، ربنا احسن واهم من الاحتياج المؤقت اللي عندك. طبعا عنده احتياج، وربنا قال تعالوا الي انا ايه؟ انا اريحكم، بس بعدين احملوا نيري، مش معايا، التصق بيا، مش مجرد بتاخد مني وتمشي. طب ما انت ما استفدتش حاجة خالص. فانا عايز اقول التوازن ده هو اللي لازم نخلي بالنا منه في كلامنا. سؤال تاني. هو يعني انا حاسه انه ايه المشكله لما يعني طول الوقت وانا بكلم حد ما يعرفش ربنا وانا بكرز عن المسيح، ان انا اقول له انه بجد ربنا بيحبك وعلى استعداد تام ان هو يعمل كذا وكذا وكذا في حياتك. لانه انا مش هروح اكلم الراجل عن اعماق روحيه، انا حاسه انه يعني متهيألي يعني انه ربنا ما عندوش مشكله في دوت، هو مشكله ربنا انه الناس تعرف ان هو بيحبها. يعني انا اي ثينك ان دي قضيته اساسا. انا موافقك، بس خليني اقولها لك بطريقه تانية تعبر عن الفكره كويس. خليني اقولها لك بطريقه تانية. لو انت فتاه مقبله على الزواج، وبعدين جاء شاب طوله 3 متر وانت يعني مش طويله قوي كده، ووزنه حوالي 150 كيلو لأنه عريض جدا وضخم جدا،
وبعدين أسمر قوي 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 قوي، وحضرتك واضح أنك مش برضو مش سمرة قوي، وبيلعب رياضة المصارعة الحرة، فمن أبطال المصارعة الحرة، فمتشلفت شوية يعني كده يعني، واخد بالك؟ وبعدين قال لك أنا بحبه جدا جدا جدا، وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان خاطرك، وأنا أموت نفسي وأنا أحبك. تجوزيه لأنه بيحبك؟ تجوزيه بس لأنه بيحبك؟ دي نقطة مهمة. إحنا بنقول للناس بيحبك 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 بيحبك، فعيش معاه لأنه بيحبك، مش كفاية. إحنا بننسى نقول للناس الرب حلو. الرب إيه؟ الرب حلو قوي، الرب حلو قوي. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. أطيب يعني إيه هنا؟ حلو، حلو. ربنا حلو، هو حلو وبيحبك. أحفر الاثنين. هو جميل وبيحبك، هو كامل وبيحبك، هو أحسن واحد في الدنيا وبيحبك. خدت بالكم من الـ من الـ من الصورة على بعضها؟ أبقى بقى عبيط لو قلت لأ. لكن هو بس بيحبني، بس بيحبني، دي رسالة ناقصة. دي ما تخلينش الناس تاخد قرار إنها تترك كل شيء وتتبع المسيح. فهمتوني بقول إيه؟ عشان كده أنا بتكلم عن المسيح اللي حبني ومات لأجلي. بصوا الثلاث حاجات دول، عن المسيح، عن شخص عظيم حبني ومات لأجلي عشان يخلصني. بس البداية هي إيه؟ هو اللي حبني ومات من أجلي. لو قلت بس حبني ومات من أجلي دي رسالة ضعيفة قوي، دي ناقصة. وضحت فرق فكرة؟ يمكن العريس ده يمكن توضح الفكرة شوية بالذات لحضرتك يعني. سؤال تاني. بس سامح حضرتك دايما بتتضايق قوي من جملة لا يأكل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، فأنت برضو أنا عايز أسأل، المرض والموت يتحطوا تحت أي مسمى؟ المرض والموت يتحطوا تحت أي مسمى؟ المرض والموت تجربة ولا لا؟ احنا هنيجي نتكلم بتفصيل شديد في معرفة الله عن الامور ديت، لان كمية الاتهامات وعدم الفهم في الامور دي ناحية ربنا مهول، ودي اكبر اكذوبة كذبها ابليس على الناس من ناحية ربنا. لكن باختصار بس دلوقتي، هل المرض تجربة؟ نعم. هل المرض من عند ربنا؟ لا. ودي لازم تكون واضحة وضوح الشمس. أنا أب عايز أربي ابني، أجيب له شلل نصفي؟ أب أنا على طول أب معوق، صح؟ ومفروض الحكومة تاخد ابني مني لأن خطر إنها تبقى معايا. إحنا متصور ربنا كده؟ تخيلوا، تصور ربنا كده. اللي إحنا مش بنقبل اللي إحنا نعمله بنتصور إن ربنا بيعمله. هل المرض تجربة؟ نعم. بعضه نتيجة أفعالي، نتيجة أنا عملت في نفسي عاملة، مظبوط؟ فمرات زرع وحصاد، وفي خطايا كده زرع وحصاد، وفي خطايا ضربة من إبليس، وفي أمراض ضربة من إبليس، وفي أمراض بسبب آخرين. واحد بيبيع حاجة بايظة فأنا عييت، ده لا ربنا ولا إبليس، ده فساد الإنسان، مش كده؟ لكن هل ربنا هو سبب المرض؟ لا 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 لا. واضح؟ الموت هفرق ما بين موت أولاده وموت غير أولاده. عزيز في عيني رب موت إيه؟ أتقياءه. ففرق، فموت أتقياءه قصة، وموت غير المؤمنين قصة تانية. طيب، موت المؤمنين اللي هم أتقياءه دي إرادة الله أكيد. شوف بقى موضوعين غير بعض خالص. موت أتقياءه في إرادة أكيد، إلا لو انتحروا، ده موضوع تاني، مفروض أتقياءه ما ينتحروش. فموت أتقياءه في إرادة الله أكيد. ليه؟ لأنه وضع لنا آجلنا، هو اللي حدد أنا بمشي إمتى، مظبوط؟ طيب، هي دي حاجة وحشة؟ هو الموت في المعاد بتاعي وحش؟ طب لو كان الموت ده وأنا صغير في السن وحش؟ طب المسيح مات وهو صغير، طب يوحنا مات وهو صغير، هو ده وحش؟ واحد خلص المشوار بتاعه بدري يبقى حاجة وحشة؟ وحش لأهله،
وحش لأهله لو أهله بيمتلكوه ملكهم، لكن لو هم مش بيمتلكوه مش ملكهم. أرجو نفرق ما بين الحاجتين دول. إحنا كأباء بنمتلك أولادنا، إحنا كأبناء بنمتلك أهلينا، فلما بيتاخد مني بحس إنه خد بتاعتي، بس هو مش بتاعي، هو مش بتاعي. أنا ربنا اداني ابن قال لي دي وديعة عندك تربيه ليا، ده بتاع مين؟ بتاعي أنا، حطيته عندك، ده إيه؟ ده وديعة. أنا هديك الفلوس والحاجات اللي تربيه ليا، ده بتاع مين؟ بتاعي أنا، أوعى تفتكره بتاعك أنت، لو جه في أي وقت وخد الوديعة ديت بأي حق أقول له ليه؟ بأي حق أقول له ليه؟ أنت عارف أجله، أنت عارف جبته أمتى هتاخده أمتى، أنت عارف أنسب وقت ليه يمشي أمتى، أنسب وقت إيه؟ ليه يمشي أمتى. فبياخده في الوقت بتاعه المناسب، بس مش مناسب ليا أنا إنك تاخده دلوقتي، أنا ما تهنيش بيه كفاية. يا حبيبي ده كان وديعة، ده مش لعبة بتلعب بيها. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب ده أب، وأنت خدت أب، والأب ده كان بيعول أسرة، والأسرة دي محتاجاله، مظبوط؟ فالموضوع بقى مش لعبة، ده موضوع احتياج. ربنا يقول إيه؟ خدت الأب في معاده، أنا أملأ الفراغ بداله، أنا هكون الأب للأسرة ديت. مرات عارفين كبير بيقول له إيه؟ لا إحنا عايزينه هو. قضية الموت غير المرض تماما، الموت ليس شر، عزيز في عيني الرب موت أتقياؤه. حاجة غالية جدا عند ربنا ان واحد من اولاده يعمل ايه؟ يسيب الدنيا ويروح عنده، يروح. ده روح، ده ايه؟ ده روح، ده استراح، ده دخل المجد، ده دخل البيت، ده روح البيت. احنا شايفينها مصيبة ونصوت ونلالي وجنازة، صح؟ وهو فوق في ايه؟ فرح. فاختلاف وجهة النظر هي اللي عملنا المشكلة، ان احنا شايفينها من ناحيتنا، شايفينها بنظرتنا الانانية الذاتية، ونظرين في مرآتنا مش بصين في ايه؟ في مرآته. موت مش عبيد الرب قصة اخرى هنجيلها، بس ارجو انا جاوبت كده. فحاجتين غير بعض خالص، لازم نشوفهم زي ما بيقولهم الكتاب. عايز اشكركم عشان خاطر الحوار القوي والاخذ والعطاء والاسئله اللي بتبين ان احنا متابعين وفاهمين وعايزين نكتشف اعماق اللي احنا بنسمعه ده. بشكرك عزيزي المشاهد عشان متابعتك لينا للحلقه ديت. نلتقي مره تانيه مع مدرسه المسيح. ربنا يبارككم، امين. مدرسة المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة ديت اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي أنت مش فاهمها. أنا عارف أن المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك. أمين.